بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة المواطنون، أبناء شعب مصر العظيم، مرت مصر بساعات عصيبة مؤلمة. لكل مواطن مصري شريف ومخلص، فقد شهدنا أحداث عنف غير مبررة راح ضحيتها عدد من أبناء مصر الشرفاء من المدنيين والعسكريين. هذه الأحداث عادت بنا للخلف خطوات، وألقت بظلال من الخوف والذعر على مستقبل الوطن. وبدلا من أن نتقدم للأمام لبناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية سليمة، عدنا لنبحث عن الأمن والاستقرار والشك في وجود أصابع خفية خارجية وداخلية تريد أن تقف أمام إرادة الغالبية العظمى من شعب مصر ورغبتهم في إقرار نظام ديمقراطي سليم. أيها الأخوة المواطنون، إن أخطر ما يهدد أمن الوطن هو العبث بملف الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين المسيحيين والمسلمين من أبناء مصر العزيزة، وهو كذلك بين الشعب والجيش، وهو مناخ يتيح الفرصة لأعداء الوطن كي يعبثوا بأمنه ويثيروا الفرقة والشتات. هذا هو الهدف، ولكننا لن نستسلم لهذه المؤامرات الخبيثة ولن نقبل بالعودة إلى الخلف. فلا أحد من شعب مصر يقبل بهذا الخراب الذي شهدناه اليوم. من الصعب أن نركن لفكرة أن ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية هو فتنة طائفية، ولكن المؤكد أنها مشهد من مشاهد هذه المؤامرة. وأثق في قدرة المصريين على تجاوز الأمر والفطنة لأبعاد هذه المؤامرة. إنني هنا من نفس مكان الأحداث المؤسفة أدعو الشعب المصري بكل طوائفه، مسيحيين ومسلمين، رجال ونساء، شيوخ وشباب، للتماسك والوحدة في التصدي لهذه المؤامرات الدنيئة. أدعو رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأدعو رجال الأعلام والفكر والثقافة والفن لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في سد الثغرات في نسيج الأمة، والتي يتمكن مثير الفتن من النفاذ من خلالها للعبث بأمن وسلامة الوطن. وقد عقدت اجتماع اليوم مع المجموعة الوزارية، مجموعة إدارة الأزمة الوزارية، وحضرنا معا لموقع الحدث، واللي في الحقيقة يعني المشاهد كانت فيه كانت مؤلمة للغاية. ومن هنا أدعو كل مصري ألا يستمع لشائعات تصاغ هنا وهناك، وألا يتحرك بناء على وشاية أو ادعاء خبيث. فالوطن في خطر نتيجة هذه الأحداث المتلاحقة، والتي تعكس تربص واضح بمقدرات الوطن. الأخوة المواطنون، أثق في وطنيتكم وإخلاصكم وإيمانكم بالله والوطن، واحذروا الفتنة بينكم. فالفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، حفظ الله الوطن وثورته، حفظ الله مصر وثورتها وشعبها.